نشر موقع ترافل أويتس المتخصص في شؤون السياحة والسفر تقريرا أوضح خلاله أن مصر حصلت على المركز التاسع ضمن القائمة التي أعدها والتي تضم أكثر من 17 مقصدا سياحيا شهرة وإقبالا من المسافرين حول العالم. وفقا لحجوزات السفر للعام المقبل لدى منظمي الرحلات الدولية، أضاف الموقع أن مصر كانت من أشهر المقاصد السياحية وأكثرها شعبية بحسب بيانات حجوزات السفر للعام الحالي 2022 والعام المقبل 2023.